اهلا بكم من جديد مع انا والطبيب. الحلقه النهارده دسمه بتخصصات مختلفه. دي فقرتنا النهارده او في الفقره دي بالذات، يعني شخصيه مميزه جدا. امراض القلب معاه سهل ممتنع، يعني الموضوع معاه احنا بنبقى عارفين اي حاجه بتحصل لنا في القلب الموضوع بيكون ستريس وضغط عصبي علينا وازاي عندي مشكله في القلب، لكن لما بتيجي تتعامل معاه الموضوع بيكون سلس هادي، بيحاول يوصلك يعني لحاله الشفاء بصوره هاديه، ما بيعملش لود عليك وبيكبر لك الموضوع. عشان كده لما حبينا النهارده نتكلم معاه في موضوع مهم جدا الفتره دي وبنسمع عنه كتير قوي، وهو اذا كانت ازمات قلبيه او اذا كانت جلطات او اذا كانت رفرفه في القلب في الشباب. بنسمع مثلا واحنا قاعدين كده مره واحده نصحى من النوم تليفون فلان اتوفى لا قدر الله، فلان كان ماشي في الطريق عادي مره واحده طب ساكت، اصلي ده كان نايم صاحي من النوم لقينا جلطه. وكلهم شباب وممكن يكونوا ما عندهمش الاوزان الكبيره، مثلا نقول سبب الجلطه دي مثلا ممكن تكون وزن زايد. يعني ساعات كده ما بنبقاش عارفين ايه اللي حصل له، هو ليه مات في السن ده بدري، والنقطه دي بنسمعها كتير قوي الفتره دي. ايه رايكم النهارده نعرف منه ايه اللي حاصل الفترة دي؟ ليه بيبقى مثلا سن صغير وواحد لا قدر الله ممكن الاقيه مرة واحدة مش موجود، والسبب بيكون يعني ملهوش مثلا يعني مش ماشيين بتدريجي، يعني كان تعبان حاجة حصلت وبعد كده توفى، لا مرة واحدة كده يعني مش موجود الانسان ده. خلينا نعرف من دكتور يعني انا شخصيا بعزه جدا، هو حد قريب جدا من قلبي، لان هو تعاملاته كمان الطبيعيه مع الناس جميله وبسيطه وبيبسط كل حاجه، بس بيوصل لنا يعني لدرجه عاليه جدا من الشفاء، يعني نسب النجاح معاه في اي حاله من الحالات اللي ممكن اعرف ان هي راحت له او الناس تتعامل معاه بتكون ما شاء الله يعني 100%. مش عايزه اهول ولكن هي دي الحقيقه بجد. خليني ارحب باستاذ دكتور مازن السرجالي، استشاري جراحه القلب والصدر معهد القلب القومي، زميله مستشفى الملكي لجراحات القلب بفلاستايد رانداين. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله منورنا. ربنا يخليك. بص، هو انا مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس انا كلنا مخضوضين الفتره دي، يعني زي ما انا قلت كده بنسمع ما اعرفش مين اتوفى، مين جات له ذبحه مره واحده، وبعدين كلهم شباب. هي دي مشكله سائده دلوقتي، الموت المفاجئ عند الشباب. ده بواجهه عندي في العياده وبواجهه ساعات في المستشفيات وساعات في مكالمات تليفون. ايه الحقيقه يا دكتور؟ ده فلان كان ماشي في الشارع حصل له كذا. ايه الحقيقه يا دكتور؟ كان محجوز. ده كان بيلعب كوره. ده كان ده كان في الجيم. بنسمعها برده كتير، يعني في فنانين وناس مشاهير بالزبط. عرفنا الموضوع ده. المشكله عندي ان الشباب نفسهم مش متابعين اذا كان الوالد او الوالده عندهم مشاكل في القلب او لا. أوكي. اذا كان الوالد عنده مشكله في السكر ولا لا، اذا كان الوالد او الوالده عندهم الكوليسترول عالي ولا لا. ان الشاب يبدا يتابع طالما عنده مرض وراثي في العيله زي السكر زي الكوليسترول، انه يحلل نفسه على الاقل سكر تراكمي كل 3 شهور يشوف اذا كان السكر بيزيد عنده ولا لا، فيحافظ على ده. مشكله تانية عندنا قله ممارسه الرياضه. أوكي. ان اغلبنا دلوقتي كله من الشغل من مكان لمكان لمكان، والاكل بيتاكل من بره الجانك فود دهوت، اكل مش صحي، واعتبر ان هو اكل فعلا مش صحي. الانسان ما بيعترفش انه خد نسبه قد ايه من البروتينات ولا يحسب قد ايه من البروتين ولا من الكربوهيدرات ولا من السعرات الحراريه اللي هو محتاجها الجسم. ياكل في مكان، يطلع يحلي في مكان تاني، يطلع يشرب سكريات في مكان تاني من غير ما نحرق ولا عارفين ايه الزياده ولا ايه النقص. زاد عن حده. اللايف ستايل بتاعنا الغلط. اللايف ستايل يعني. بتاعنا هي دي المشكله فيه. تاني حاجه عندنا التدخين. ان التدخين زاد قوي الفتره الاخيره. حوالينا بقى حتى لو انت مش مدخن التدخين انت السلبي. بتاخد تدخين اضر على فكره لو انت قاعد جنب حد بيدخن. بالظبط. لان هو اللي بيخرج ده انت بتاخد كمان العوامل اللي حواليك بالمره كلها المتلوثه، واحنا بناخد اضر منه. والمشكله نسبه التدخين بدات عندنا من سن صغير. يعني الصغيرين اللي ما حصلهمش حاجه، لا التدخين ده هو بيعمل مشكله كبيره في الجسم. عدم اكسده الدم. أوكي. تكوين اللزوجه زياده في الدم بيكون صفائح، فالصفائح دي تقفل الشرايين فيعمل جلطات مفاجئه. ان الانسان اللي بيمارس رياضه حتى هو مش عارف اذا كان الوالد او الوالده عندهم مشاكل ولا لا، هو نفسه مش عارف اذا كان عنده مشاكل ولا لا، هو بيروح يمارس رياضه وخلاص.
مفيش متابعه اذا كان المريض دهوت او الانسان دهوت محتاج شهاده طبيه فحص طبي انه يروح يكشف الاول عند طبيب ويقول له هل انا مصرح ليا ان انا امارس رياضه ولا لا؟ لا هو بيروح لوحده ويمارس رياضه. ده حصل كتير وهم بيلعبوا رياضه اثناء فتره الرياضه في الجيم بيتوفوا موت مفاجئ. بيحصلوا بقى جلطه مفاجئه، اضطراب في القلب مفاجئ، ضربات قلب سريعه مفاجئه. سمعنا كتير موضوع الجيم ده وبعدين يقول لك ايه ازاي؟ ده شخص رياضي، ده عضلات وفتنس بقى وغذاء، يعني بيغذي نفسه. المشكله ان ايه موضوع الجيم ده؟ هو حضرتك المشكله ان القلب ده قنبله موقوته كل واحد ماشي بيها. أوكي. هتنفجر امتى محدش يعرف. يعني حصل من شهر جالي شاب 32 سنه لاعب سكواش، كان ما خلص الماتش بتاعه وبعدين روح البيت اتعشى، بعد العشاء حس بحرقان في صدره، نزل الصيدليه تحت، والدته قالت له انزل الصيدليه، اطلع من الصيدليه، اخذ العلاج ما ارتاحش، راح صيدليه تاني قالوا لا روح اقرب مستشفى، راح عمل من رسم قلب للقسطره لعمليه قلب مفتوح. أوكي. كان عنده انسداد في 3 شرايين، فما لهاش دعوه ممارسه الرياضه بدون فحص. الشاب ده هو كان والده عنده نسبه كوليسترول عاليه جدا في الدم، والدته عندها سكر، وهو اكتشف اثناء اقامته في المستشفى ان هو عنده ارتفاع من نسبه السكر التراكمي، كان وصل عنده 12. فده مش متابعه، ده مش متابعه، فده اثر بالتالي على الشرايين بتاعته وحصل انسداد فيها، بس الحمد لله صحته كويسه دلوقتي. وبنسمع برضه دكتور عن رفرفه القلب، يعني يبقى شخص كده، وبعدين في اقاويل بقى كتير قوي، يعني مثلا في ناس بتقول ان الناس اللي بتاخد اوميجا 3 كتير ممكن تكون سبب في رفرفه قلب. في ناس تانية بتقول لا، ممكن يكون سبب في رفرفة القلب كوليسترول عالي، فالموضوع اضطرك من ضربات قلب عالية لرفرفة قلب. يعني بنسمع اقاويل كتيرة ولكن رفرفة القلب، وبعدين في ناس تقولك اصل انت ممكن تاخد علاج دايم، وبعدين ناس تقولك لا انت لازم تعمل اللي هي البقرة، عملية البقرة في القلب عشان نمنع رفرفة القلب وما يجيلوش الازمة اللي هي لازم يروح يتحجز في المستشفى. طيب رفرفة القلب الاول بنتكلم عليها ممكن يكون اخر سبب فيها هو مرض القلب، لكن بتبدا الاول من الاجهاد العصبي، شرب نسبه كافيين عاليه، اوكي، نيكوتين عالي، نقص هيموجلوبين في الدم، الانيميا تعمل رفرفه قلب، نهجان، الوزن الزياده يعمل نهجان، ارتفاع ضغط الدم يعمل نهجان، ياتي بعد كده امراض القلب. أوكي. هل حصل ضيق في الصمام او ارتخاء في الصمام بيأثر على كهربه القلب نفسها، وده اللي يعمل رفرفه في القلب. طب احنا اتكلمنا عن كام حاجه دلوقتي، ايه بقى اشهرهم الفتره دي؟ ايه اشهر حاجه بتيجي لحضرتك حالات شباب؟ احنا عايزين نتكلم عن الشرايين، جلطات، نسبه الكوليسترول تبقى عاليه جدا، يعني بدات تواجه شباب من اول سن 30 سنه لغايه سن 48 سنه. اوكي. اكتشف فجاه ان هو عنده كوليسترول، حس بصداع فراح يقيس ضغطه، لقى الضغط عالي فقعد ياخد ادويه ضغط مش عارف السبب، فقال لواحد صاحبه نصحه قال له تعالى نروح للطبيب. راح للطبيب كشف، طلبنا تحليل، طلع نسبة الكوليسترول عنده معدية لحد الطبيعي، وده بإحدى أسباب ارتفاع ضغط الدم. يعني الكوليسترول بيعلي ضربات القلب، بيعلي ضغط الدم، ضغط الدم. فضغط الدم بيعلي ضربات القلب بالزبط. ولا العكس؟ لا، ارتفاع ضغط الدم بسبب الكوليسترول عالي ماشي يعلي ضربات القلب. أنا دلوقتي يعني أنا عندي الكوليسترول عالي عندي دلوقتي، فبالتالي ضغطي هيعلى، فبالتالي هيعلي ضربات القلب، فبالتالي بدخل في جلطات ومشاكل. بص حضرتك، هو عباره عن كان شريان حصل فيه ترسبات من جوه. حلو. فالضغط جوه الشريان ده بيزيد بنسبه عاليه جدا. ساعات بيجي لهم ازمات، يقول لك انا بيجي لي ازمات مع المجهود، فتعملي رسم قلب وهو قاعد مرتاح ما يحسش بحاجه خالص، ويطلع رسم قلب طبيعي، بس يقول لك يا دكتور انا مجرد ما امشي ابدا احس بشكه تاني في صدري. اوكي. او اني عملت مجهود او زعقت في الشغل او انفعلت، جات لي ازمه جامده جدا في صدري. اللي بيحصل شرايين القلب ماشيه على سطح القلب من فوق، حلو، ومعديه ساعات في وسط العضلات. أوكي. مجرد ما الضغط بيعلى جواها هي بتضغط على الشريان، فيدي ايحاء للمريض نفسه ان هو عنده كسور في الشرايين، ولكن ده بارتفاع ضغط الدم، انه بيضغط على الشريان، مجرد ما يقعد يهدى اخذ ادويه الضغط ترجع تريح العضله تاني، فالدم يمشي في الشريان تاني، زاد عنده الضغط تاني، يقوم الضغط قافل على الشريان تاني، يجي له كان جاله ذبحه او جاله ازمه، يقعد يهدى تاني فالضغط يريح فالعضله تريح فالدم يمشي في الشريان تاني. طب هنتكلم بقى في حاجه مهمه، لان ممكن دلوقتي اللي قاعد بيشاهدنا هيسالها، اصل انا وزني مش زياده، فهل موضوع كوليسترول مرتبط بالوزن؟ يعني ممكن نلاقي واحد جسمه مش تخين قوي ولكن هو كوليستروله عالي وبرده مش واخد باله من نفسه؟ بالظبط، ان الكوليسترول ليس له علاقه بالوزن.
الوزن حاجه والكوليسترول حاجه. الناس بتربط ان الكوليسترول ده مثلا دهون زائد. زياده وزن زياده لا. واكل زياده، فبتربطه ان انا انسان لا ده جسمه رفيع مش لا مليان. الكوليسترول المتواجد انه يبقى موجود، زي السكر وارد انه يبقى موجود في جسم رفيع، زي الانيميا وارد انها تبقى موجوده في جسم رفيع. صح، ليس لها علاقه بالوزن خالص. صح، ولكن كل واحد لازم يبقى حاسب نسبه الكالوريز اللي هتخش جسمه قد ايه. 13% بروتين، 54% كربوهيدرات، 30% فات دهون، لان استحاله فيتامين د هتصرف في الجسم بدون دهون. صح. الناس اللي بتعمل دايت جامد جدا ده كمان اللي عنده فيتامين د، لان احنا اصلا معظمنا يعني ناصف عندنا نقص في فيتامين د، يعني دي حاجه معروفه يعني، واغلب الناس بتعمل دايت. فالدايت يقول لك لا امنع نفسي عن دهون خالص. فيرجع يشتكي في نص الدايت دوت ان جسمه كله مكسر، حاسس بوجع، يبدا ياخد سبلمنت فيتامينات. اوكي، وهو مش عارف نسبه الدهون لازم تخش في الجسم عشان تفضل محافظ على الوزن بتاعك بالنسب المحدده ليها، لا اكتر ولا اقل. طيب خلينا بقى نتكلم في نقطه مهمه قوي، مين اكثر عرضه، الرجال ولا السيدات؟ لا الرجال. طب ليه؟ عشان الهرمون الانثوي بيمنع شويه تكوين الجلطات. ودي حاجه من عند ربنا. ده احنا بنتكلم على الجلطات بس، على الجلطات ولا عامه مشاكل اللي هي لا قدر الله القلب الفتره دي للشباب؟ لا انا بتكلم على الجلطات. على الجلطات، على الجلطات. لكن الهرمون الانثوي بيحافظ شويه، بيحافظ يعني. بيحافظ على عدم تكوين الجلطات في الشرايين. اوكي، طب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان مثلا معظم الـ 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 الشباب او الرجاله ان هي تخلي بالها اكتر من السيده. التدخين بتاعي، مش هقول لك انك تمنع تدخين، مفيش حد هيمنع تدخين مره واحده، بس هدي شويه، هدي تدخين. اوكي كويس. تحليل الكوليسترول، ضغطك عالي، لا روح حل الكوليسترول. عندي سكر، او الوالد عنده سكر، او الوالده كان عندها سكر، او الجد كان عنده سكر، لا اروح حل السكر. يعني كل اللي اعمله سكر تراكمي. ما هي مش كل الناس يا دكتور عارفه ان السكر لو عالي بيعلي الضغط فبيعمل جلطات. لا هو بيأثر على الشرايين من جوه. يعني السكر زي كانه يعني بياكل بيكون سبب للجلطات. هي الناس فاكره ان السكر هو العالي انا ممكن، او لو واطي يجي لي مثلا غيبوبه سكر، يعني مش رابطه السكر بالجلطات. بص حضرتك، ارتفاع ضغط الدم، يعني واحد يقول لي طب انا ضغطي عالي هيجي لي جلطه ليه؟ الفكره لما الضغط بيعلى جوه الشريان بيحصل تشققات جوه الشريان من جوه. حلو. التشققات دي بتسهل ان مسار الدم وهو ماشي الصفايح تخش في التشققات دي. فتبدا تلزق واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه لغايه ما تكون جلطه. اوكي. وبالتالي اي مريض ضغط لا وارد ان يجي لك جلطه. مش كان ضغطي عالي لا ما يجيليش جلطه، دي مالهاش علاقه خالص. مريض السكر، انزيمات السكر نفسها في الدم بتساعد على تاكل الشرايين من جوه. عشان كده اغلبهم بيجي لهم مشكله في شرايين القدمين او الشرايين الطرفيه الرفيعه خالص. عايزه اسال سؤال قبل ما نختم، وهو مهم جدا، ليه معظم الجلطات بتيجي يعني بالليل الوقت اللي احنا نايمين فيه؟ ففي ناس تصحى من النوم تلاقي عندها جلطه. بص حضرتك، الركود لفتره طويله مسار الدم بيمشي بالراحه خالص، غير الحركه اليوميه. انك تقومي تتحركي تروحي وتيجي، لا ده الرجلين بتساعد ضخ الدم من تحت لغايه فوق، لغايه ما يوصل الدوره الدمويه، وبعدين يوصل المخ ويوصل ايديه، وبعدين يرجع يلف الدوره الدمويه تاني وينزل لتحت. أوكي. ويطلع فوق. ركود الجسم على سطح واحد بيهدي مسار الدم. ويكون عنده ريسك قبل كده، يا اما عنده كوليسترول، عنده سكر، عنده يعني ضغط. يعني دي الاسباب. انا بشكرك جدا دكتور ميرسي، جدا ليك، نورتنا ودايما تكون منورنا يا رب في انا والطبيب، وسعيده بوجودك معانا. ميرسي ليك. احنا بنشكر استاذ دكتور مازن السرجاني، استشاري جراحات القلب والصدر معهد القلب القومي، زميل المستشفى الملكي لجراحات القلب بايرلندا. وانا كمان بشكركم، ما تروحوش في اي حته عشان راجع لكم تاني بسرعه.